السلام الله عليكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم إلى موعدنا المتجدد والمتعلق بالاطلاع على جديد أخبار الصحف المغاربية الصادرة اليوم. نطلع في البداية على الصحف الجزائرية كما تعودنا مشاهدينا، ونبدأ قراءتها من صحيفة البلاد. صحيفة البلاد قالت: عهدة جديدة للرئيس، الأفلان يدعو رسميا بوتفليقة للترشح، ولد عباس انعقاد دورة اللجنة المركزية قبل رمضان. من جهة أخرى تطرقت أيضا البلاد إلى أخبار متعلقة بإضراب الأساتذة، وقالت أن مقترحات الوزارة تثير فتنة وسط الأساتذة، الترقيات تغضب مدرسي الدورين أو الطورين المتوسط والثانوي. 52 ألف من سكنات عدل جاهزة للتوزيع. نقرأ أيضا في صحيفة الشروق اليومي: الأفلان يدعو بوتفليقة رسميا للترشح لعهدة خامسة، ولد عباس يدافع عن الاستمرارية والديمومة. توزيع 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لمكتتبي عدل الاثنين تشمل 26 ولاية، والدفعة الأولى للتسليم قبل نهاية أبريل الجاري. هذا الخبر أوردته صحيفة الشروق اليومي، وقالت أن تسليم 27 ألف وحدة سكنية في غضون الثلاثة أشهر القادمة سيكون أيضا محل دراسة. لجان خاصة بالطعون للرد على انشغالات المكتتبين، أيضا ما نقرأه في أخبار صحيفة الشروق اليومي. بالنسبة لصحيفة الرائد عادت للحديث عن إضراب الأساتذة وعن الإجراءات الترقوية أو الترقية الجديدة التي تبنتها الوزارة، وقالت: بعد النتائج الإيجابية التي خلص إليها الاجتماع الأخير مع وزيرة التربية الكنابيس، تقرر إلغاء الإضراب، تجميد مسابقات التوظيف الخارجي لخمس رتب، وابن غبريط تحدث فتنة بين الأساتذة بسبب التصنيفات. في الموعد السياسي تقول الرائد: ولد عباس يطلق حملة دعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدته الخامسة، وحمص تتجه إلى تجديد الولاء لعبد الرزاق مقري بعد إبقاء دورة مجلس الشورى مفتوحة. في الصفحة الأولى لصحيفة المشوار السياسي التي نقرأها معا، ولد عباس أكد أن الكلمة الأخيرة ترجع للرئيس، ويكشف الأفلان يناشد بوتفليقة ترشح لعهدة جديدة. إنجازات بوتفليقة هي سلاح الأفلان في 2019، تصريح قدمه ولد عباس لعديد من الجرائد وأوردته صحيفة المشوار السياسي. أيضا المشوار السياسي أشارت إلى الوضع الصحي في الجزائر، وقالت أن أوبئة خطيرة تهدد الجزائريين، وهو تقرير أسود عن قطاع الصحة في البلاد. صحيفة الصوت الآخر بدورها عنونت صفحتها الأولى بعنوان يتعلق بمطلب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، وقالت أنه كشف الأفلان يرشح بوتفليقة وينتظر قراره. ولد عباس تقول صحيفة الصوت الآخر: قرار الترشح يعود للرئيس نفسه، ومستاهل، أصبحنا نموذجا للعالم بفضل الرئيس بوتفليقة. عبد الله جبلة في ذات السياق تقول الصوت الآخر: يصرح بأنه راغب في الترشح للرئاسيات، ولكن. بالنسبة للصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ في صحيفة الوطن الصادرة اليوم بأن الكنابيست لن يدخل الإضراب. هذه مشاهدينا في كل مكان أهم الأخبار الواردة في الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، ولمناقشة هذه الملفات ينضم إلينا في الاستوديو ضيفنا عباس بلجودي الإعلامي والمحلل السياسي. نرحب بك عباس بلجودي، نشكرك على تلبية الدعوة. شكرا على الدعوة، مساء الخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم وحيثما وجدتم. عباس بلجودي، صفحات الصحف الجزائرية الأولى ومقالاتها الداخلية أيضا لم تخلو من الإشارة إلى تصريح ولد عباس الأخير: الأفلان يدعو رسميا بوتفليقة للترشح، الأفلان يناشد بوتفليقة للترشح لعهدة جديدة. كيف تقرأ هذا الخبر؟ هذا ولد عباس هو من حاول طلب طليبة لمجلس أو عبور طليبة، طلب عبور طليبة في مجلس التأديب لأنه دعا إلى ترشح الرئيس لعهدة خامسة. نعم، يعني من المفارقات العجيبة هذا الشخص الذي يعني أقصى وعاقب كل يعني من أراد أن يتسلق
أو يستبق أو يتسلق على العهدة الخامسة من إطارات ومناضلي ومسؤولي الأفلان، ولكن يسمح لنفسه بأن يبدأ بهذا الحملة المسبقة قبل أوانها بعام يعني عن انتخابات الرئاسية. وهذا يعني الشيء الذي نستخلصه أولا من ناحية يعني القراءات حول الجرائد وكذلك الوسائل الإعلام في الجزائر. اليوم أصبحنا يعني نحترف ونجتهد في طرح الأسئلة الخاطئة بدل يعني الوقوف جديا والتفكير مليا في التخبط الذي تعيشه السلطة في أعلى هرمها. وهذا دليل أي تصريحات ولد عباس تترجم يعني تترجم بجدية ما يعني الانسداد، واقع الانسداد، الانسداد السياسي والانسداد كذلك التاريخي الذي تعيشه الجزائر اليوم من خلال غياب أي رؤية أو استراتيجية واضحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. ولد عباس بهذه التصريحات هو يسيء إلى الرئيس، يسيء إلى الرئيس أكثر ما هو يعني يقدم له خدمات. قراءة في هذا السياق عباس بالجودي، الكثير من المتتبعين، الكثير من المحللين قالوا بأنه حتى وإن كانت هناك نية لتمرير فكرة الترشح لعهدة رئاسية خامسة، فإن مطلب جمال ولد عباس بخلفيته السياسية وخلفيته التاريخية في الجزائر وخلفيته يعني بين قوسين التي يقول المتتبعون أنها في الكثير من الأحيان مزاجية عبثية، أضرت برواد وبالمطالبين بالعهدة الخامسة أكثر مما نفعتهم. نعم، لأن بهذا الطرح ونحن نعرف أن الانتخابات الرئاسية بقي لها عام، يعني عام على الانتخابات الرئاسية وعام ممكن أن تحدث فيها أشياء، ونحن عاهدنا حتى في العهدات يعني السابقة، في الأربع عهدات السابقة وفي الوضع الصحي الجيد للرئيس وفي الوضع كذلك المريح الاقتصادي والاجتماعي المريح للجزائر، بقيت مسألة ترشح الرئيس حتى الدقائق الأخيرة، يعني من ناحية تكتيكية كان يغلب عليها السسبنس يعني في تلك. واليوم في هذه الظروف التي تعيشها في الجزائر، وضع اجتماعي، غليان اجتماعي سياسي اقتصادي، احتجاجات، غياب كلي للرئيس، غياب تام للرئيس، فراغ سياسي رهيب في الجزائر، تخبط سياسي، انسداد سياسي، وكذلك وضع اقتصادي متردي. دونك كل هذه تنذر بهذه الأشياء ونحن نستبق الأحداث. إذن هو في هذا يعني يسيء إلى الرئيس. ثانيا يميع، نحن هنا بصدد تمييع كذلك الانتخابات، أصبحت الانتخابات بدون جدوى إذا كن نحن ندرك جيدا الوضع الصحي للرئيس. طيب. ثالثا والمهم أن تجاوزنا مشكلة العهدة الخامسة اليوم، لأن تكون العهدة الخامسة أو لا تكون لم تعد مشكل في الجزائر، رغم أن العهدة الخامسة يعني فيه معبدة ومفرشة ببساط أحمر، ولكن هذا البساط هو مفرش بقنابل موقوتة اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية. وهل السؤال فقط، هل الجزائر ممكن أن تتحمل 5 سنوات أخرى هذا الوضع؟ نحن الآن نحن في هذا منطق طيب الاتحاد، أصحاب هذه الأطروحة هم. ولكن ولد عباس يجيب على هذا السؤال الآن المتعلق بمدى قدرة الجزائر على احتمال هذا الوضع الذي لا يجهله أحد لمدة 5 سنوات أخرى. ولد عباس يقول مبررا هذا الطلب أنه يتحدث باسم الشعب وأنه يقدم مطلبا شعبيا للرئيس بوتفليقة للتقدم لعهدة رئاسية خامسة. من أين جاءت فكرة أن ولد عباس يمثل الشعب ويطلب باسم الشعب؟ وهذا ما يثبت أن هذا يعني هذا الشخص هو يعني غير خارج الواقع الاجتماعي والسياسي للشعب. يعني هذا نعرف أن تصريحاته غريبة ولا يعني تستند إلى أي سند واقعي أو كذلك إلى وقائع. هذا السند الشعبي، الشعب اليوم غير مقتنع، الشعب اليوم بهذا التصريحات هو يزيد ويزيد من عدم اقتناع الشعب بأن الرئيس موجود وأنه هو الذي يسير في البلاد. الشعب إذا كان هذا الرئيس موجود وهو مطلب شعبي، فلابد من الرئيس أن يخاطب شعبه، أن يكون موجود،
أن يكون حضوره اليوم حضور الرئيس وغيابه هو كغيابه وكحضوره، يعني لا يمثل يعني شيء. ما نفهم مما تقوله، ما فهمت على الأقل وما يفهم مشاهدين في كل ما في كل مكان مما قلته عباس بالجودي، أنه حتى وإن كان الرئيس يريد أن يتواصل مع هذا الشعب، حتى وإن كان الرئيس يريد أن يكون له مطلب شعبي، فلا يمكن في بأي حال من الأحوال أن يكون الواسطة بين هذا الرئيس وهذا الشعب هو عباس هو ولد عباس. نعم، لأن مثل هذه الأشكال هي تهين أكثر، هي إهانة للرئيس أكثر ما هي. يعني نحن نعرف جيدا أن مثل هذه التصريحات هو يحاول أن يتموقع، وهي الشتاء، ولكن الشتاء هذه المرة يعني زيادة عن اللزوم. هذه الشتاء يعني زادت عن حدها وأصبحت إهانة أكثر للرئيس ولمؤسسة الرئيس وكذلك للجزائر، لأن اليوم المشكل أن الجزائر بهذه التصريحات هو يمارس الصعلكة، يعني صعلكة حتى الحياة السياسية، تشويه الحياة السياسية وتمييع مثل هذه الاستحقاق. هذا الاستحقاق يعني ممكن أن يكون استحقاق مهم في تاريخ ومنعرج مهم في تاريخ الجزائر، ولكن بهذا التصريحات نحن بصدد يعني تمييع هذا الاستحقاق وتضييع فرص أخرى من فرص تاريخ الجزائر. عباس بالجودي، في سياق هذا الاستحقاق أيضا تصريح في ذات الموضوع، يقول عبد الله جبلة أنه يشترط ضمانات النزاهة. أولا رغب، يقول رغب في الترشح للرئاسيات، ولكن هذا مثل هذا يعني هذا ما يزيد يعني من بؤس الوضع السياسي في الجزائر، ما يزيدها مثل هذه التصريحات السياسية لشخصيات سياسية عندها تجربة في الترشيح، يعني ترشحت وانسحبت وترشحت للعديد، وتعرف أن لا يوجد أمام يعني وضع في هذا الوضع وأمام هذا النظام لا يمكن أن توجد ضمانات. الأهم الشيء المهم كما قلت، يعني نحن يعني حتى السياسيين والإعلاميين في الجزائر يجتهدون ويحترفون الأسئلة الخاطئة في الوقت الذي كان ممكن يعني العمل على إيجاد بديل، على إيجاد بديل آخر سياسي، وعلى تجنيد الشعب، وعلى تجنيد الشعب، وعلى العمل على خلق مبادرات سياسية تخرج الجزائر من هذا المأزق. الانتخابات الرئاسية لن تضيف شيئا للجزائر، سواء ترشح عبد الله جبلة أو ترشح آخر في نفس الظروف وأمام مرشح السلطة. نحن نعرف سواء ترشح الرئيس الحالي أو لم يترشح، فالانتخابات الرئاسية ستكون مغلقة، لأن كل مؤشرات تقول الانتخابات الرئاسية مغلقة، دونك لا جدوى منها. دونك يعني على السياسيين المخضرمين مثل عبد الله جبلة وآخرين، كيف العمل من الخروج من هذا الأمزق؟ كيف التنسيق مع الأطراف السياسية الأخرى والنخب السياسية الأخرى لإيجاد مبادرة للجزائر لخروج هذا المأزق؟ لأن الانتخابات الرئاسية القادمة إذا لم يكن هناك عمل جدي حول مبادرة للخروج من هذه الأزمة، نحن في صدد تضييع الوقت وتضييع فرص على الجزائر وتفويت هذه الفرص التي والوقت لا يرحم والتاريخ لا يرحم. شكرا عباس بالجودي على مشاركتك في هذا الموعد المتعلق بقراءة جديد الصحف الصادرة اليوم. نقرأ أيضا الصحف التونسية مشاهدينا في كل مكان، يقترحها هذه القراءة غفران الحسيني مراسلنا من تونس. مرحبا غفران. مرحبا زميلي عبد السميع، تحية إليك وإلى كافة السادة المشاهدين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة الشروق وتحت عنوان تسريبات على اللقاء الخماسي، الباجي يطفئ نيران التصعيد. تابعت الصحيفة اللقاء الخماسي في قصر قرطاج الذي جمع أمس رئيس الدولة القائد السبسي برئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. هذا اللقاء الذي تم أثناء استثناء الأحزاب من حضوره تم تقديمه رسميا على أنه كان فرصة لاستعراض الوضع العام بالبلاد بعمق، وخاصة من تلك الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة، إضافة إلى تأكيد كل الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع على أهمية التمسك بآليات الحوار ضمن الإطار العام لوثيقة قرطاج، مع تحيين الأولويات والتوافق حول البرامج العملية والإجراءات العاجلة الكفيلة بدفع الأوضاع نحو الأفضل
وإعادة الأمل للتونسيين. في عنوان آخر كذلك من صحيفة الشروق، 7 ملايين تونسي في خطر، حيث تابعت الصحيفة أعداد التونسيين المتزايدة على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أن مستخدمي الفيسبوك في تونس وصل إلى أكثر من 7 ملايين تونسية. وكتبت الصحيفة أنه إذا كنت تستخدم الفيسبوك فأنت في خطر، الدولة ليس باستطاعتها أن تقدم لك شيئا لحمايتك، وحدك القادر على حماية نفسك وحياتك وصورك ومشاعرك والأماكن التي تزورها وعائلتك وأحبائك وأصدقائك، فأنت في مستعمرة رقمية تحولت فيها أو تحولت فيها إلى بضاعة يسوقك فيها مجهولون. تابعت الصحيفة هذا الموضوع نظرا لحجم التوظيف الذي باتت عليه شبكات التواصل الاجتماعي، والقضية التي طرحت مؤخرا حول سرقة بيانات 87 مليون مستخدما للشبكة من أجل مساعدة دونالد ترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية. نتحول الآن إلى صحيفة الصحافة، والتي تابعت بدورها الاجتماع الخماسي الذي دار في قرطاج تحت عنوان غرفة قيادة لتعديل المقود. في لقاء لم يشمل أي حزب سياسي، اجتمع رئيس الدولة مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل ورئيس منظمة الأعراف. اللقاء كان مسبوقا بتصريح للطبوب بجريدة يومية قال فيها أن هناك تغييرا سيحدث فيه مصلحة لتونس وشعبها. أوحى بالإعداد لمفترق كبير صلب المشهد السياسي العام، كما أوحى بأن رئاسة الدولة أي الإطار المرجعي لوثيقة قرطاج تستحث حلا عاجلا لأزمة طالت فصولها ووصلت إلى درجة يستوجب فيها إيجاد تعديل جدي في المقود السياسي للمرحلة الراهنة. نختم جولتنا في الصحافة التونسية بصحيفة الصباح. خدمات الطب عن بعد ستكون ممكنة بشروط وضمانات قانونية. تابعت الصحيفة ملف تأخر إزداء الخدمات الطبية عن بعد والتي ستكون خلال الأيام القادمة ممكنة في تونس بشروط، فضلا عن وجود ضمانات قانونية تحمي المعطيات وتحمي رواد المواقع الطبية التي ستقدم خدماتها عن بعد، بما يسمح أكثر من تطوير قطاع الصحة الذي يشهد أكثر من مشاكل متعلقة بتعطل مصالح المرضى، فضلا عن بعد التنقل في تونس بين المرضى والمستشفيات الجامعية المتوزعة في المدن والمناطق الكبرى. زميلي عبد السميع، تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا غفران الحسيني، وبدورنا نختم هذا الموعد بفقرة الكاريكاتير. شكرا مشاهدينا في كل مكان على المتابعة، إلى اللقاء.